سيدي الراجل والمرجل والرويجل، وكاين اللي وسط الرجال باش يترجل، وكاين اللي مع شر الرجال باش يتسمى راجل. ايوا يا سيدي الله يقتلنا رجال، كيف تربينا ما يشريونا بمال والنفس حرافينا. وزيدك تا هادي كادو من عند عمك الحاج، وخليها حلقة في ودنك يا صديقي. اللي عاشر الرجال يربح، واللي عاشر الكلاب يتعلم غير ينبح. يلا هسيدي نبدأ على بركة الله، حلقة نشطة ومش نشطة يا سلام. هذا يا سيدي واحد الراجل كان دايما كيبقى يقول لمراته الزين ديالي الكبيدة ديالي ما علينا يا سيدي. واحد النهار مشى للحج، ومنين رجع من الحج ولا كيقول ليها فاطمة جيبي لي نتعشى، فاطمة عطيني نفطر، فاطمة. المهم يا سيدي ما بقى كيقول ليها لا الزين لا الكبيدة لا والو. وهي تجي عنده وقالت ليه علاش ما بقيتيش يا محمد كتقول لي يا الزين والكبيدة ديالي، صافي طلعت لك فراسك. وهو مسخوت الوالدين يقول ليها الا يا مراتي غير بنادم ملي كيمشي للحج ما خصوش يبقى يكذب. هادي يا سيدي واحد المرا عروبية ووحدة نصرانية، ما علينا يا سيدي كل وحدة عندها ولد وساكنين حدا بعضياتهم جيران، ولد العروبية وولد النصرانية. ولد العروبية خرج كيلعب بالكرة حدا باب دارهم، وهو يجي عنده ولد النصرانية وخد عليه الكرة وهرب دخلها لدارهم. وهو ولد العروبية دخل كيبكي عند امه وقال لها ماما ماما راه ولد النصرانية خد عليا كرة ديالي. وهي تجر امه من يده وخرجت مشات عند النصرانية ودقت عليها، وهي تحل عليها النصرانية الباب وقالت ليها كيس كيس باس. وهي العفريتة ديال العروبية ترد عليها ما كاين لا كاس ولا كسكس، اعطيني الكرة ولدي عباس ولا ندخل فيك براس. هادو يا سيدي واحد جوج صحاب مكلخين كانوا مشدودين في الحبس. واحد النهار وهما يتفقوا باش يهربوا من الحبس وداروا الخطة غادي يخرجوا ويضربوا الحساس ويهربوا. داكشي اللي كان يا سيدي وهما يخرجوا لقاو الباب مفتوحة والحساس ما كاينش، وهما يجلسوا تما كيساينوه باش يضربوه عادي يهربوا. هذا يا سيدي واحد الولد مازال صغير مشى عند باه وقال له بابا بابا اشنا هو الويفي؟ وهو يقول له باه ما عرفتش وليدي. وهو الدري عاوتاني سولو بابا اشنا هو الانترنت؟ وهو باه يرد عليه ما عرفتش وليدي. عاوتاني الدري يرجع سولو بابا اشنا هي العلامة؟ وهو باه نفس القضية قال ليه معرفتش وليدي. وهي تجمو قالت له أولدي خلي باك عليك في الثقة بركة ما تبرزطو. وهو المسخوط ديال باه ينقز وقال لها أسكتي انتي خلي الولدي يستافد. هذا يا سيدي واحد السيد مكلخ عنده جوج ديال التوام، الاول كيهضر والثاني مسكين باقي ما كيهضر شي. ما علينا يا سيدي مشى لعند واحد الفقيه وهو يقول له السي الفقيه
انا ولدي مسكين كاع ما كيهضر، وخوه التوام كيهضر، عنده مسكين مشكل في النطق. وهو الفقيه يقول لي صافي راني عندي ليك الحل، غادي تديه للبحر وتخليه يضربوه 7 ديال الموجات، وهو غادي يولي يهضر بإذن الله. داكشي اللي كان يا سيدي، الراجل جر الدري وداه للبحر وخلاه كيضربوه 7 الموجات، وشوية وهو الدري يقول ليه والمكلخ، وهو الراجل يفرح وقال له والله الله على وليدي ولا كيهضر. ما علينا يا سيدي، جروا وداه للدار، منين وصل للدار لقى راسو دا الدري اللي كيهضر وخلى اللي ما كيهضرش. والله يا وليدي ما كذبتي، ما قلتي على باك مكلخ، تراه مكلخ النيت. هادي يا سيدي واحد المسابقة عالمية للأذكياء، جمعوا فيها واحد النابغة ياباني وواحد آخر مغربي. داك الياباني عبارة على واحد الروبو، ولكن المغربي شخص عادي، إنسان عادي بحالنا. ما علينا يا سيدي، بدات المسابقة وشوية وهو ديك الروبو الياباني خارج هربان وكيغوت، وهو ما يتبعوه الصحفيين وقالوا له أجي مالك ياك لاباس شنو واقع؟ وهو ديك الروبو يقول لهم شوفوا بعدو من حدايا ديك المغربي، راه صد علي راسي من الصبح وهو كيقول لي شنو كيجي كليندايزر، قول لي شنو كيجي كليندايزر. قال لك يا سيدي هذا واحد الحمار حشاكم، مشى عند واحد صاحبو للبيت وهو يشوف التصويرة ديال واحد العود، وهو ديك الحمار يقول لصاحبو شكون هذا؟ وهو ديك صاحبو يقول ليه هذاك راه انا، يا مات كنت كنتريني الحديد. ما علينا يا سيدي، بدا عاوتاني كيدور وهو يشوف واحد التصويرة فيها واحد الحمار وحشي، وهو يقول ليه شكون هذا؟ وهو العفريت ديال الحمار الاخر يجاوبو قال له هذاك راه خويا كيلعب مع جيفونتيس. مسخوت الوالدين والله الا جابها لاصقه.